طب كاس مصر النهارده، مباراه الاهلي والسويس، الفرص بالنسبه للفريقين عامله ازاي؟ لا، هو منتخب السويس على فكره يعني بيأدي اداء كويس جدا، يعني فرقه من الفرق الكويسه، عندها مجموعه من اللعيبه متميزه، ادائها في القسم الثاني كان ظاهر في اغلبيه المباريات. لكن انت، احنا بنتكلم على مباراه ما بين النادي الاهلي ومباراه من منتخب السويس. ممكن في الكاس المفاجآت بتبقى زي ما بنقول ورده كده، زي ان النجوم يطلع الاسماعيلي وبعد كده يطلع سموحه ويبدا يستمر في البطوله. لكن بالنسبه للنادي الاهلي، كولر في البطولات دي بالذات ما بيحاولش ان هو يغامر، بيريح بعض اللعيبه، عنده محمد عبد المنعم تم ايقافه فمش هيلعب النهارده، بيريح عناصر، لكن في المجمل هو بيلعب على البطوله، مش بيلعب على ان هو يعني، او نقول ان هو دايما بيحترم المنافس مهما كان اسمه. فالنهارده بالنسبه للنادي الاهلي مباراه تبقى قويه، تنتهي، لكن النادي الاهلي عايز البطوله، عايز يوصل للنهائي على اساس ان هو بيلعب في ال 32. خلي بالك احنا عندنا بطوله ملخبطه يعني الاهلي بيلعب النهارده في ال 32، امبارح الزمالك كان بيلعب في دور الثمانيه، فرق وصلت قبل النهائي، يعني احنا مش البطوله مش كده ماشيه. لكن النهارده المباراه النادي الاهلي عامل حساب كويس، منتخب السويس، منتخب السويس فريق محترم بيقدر يأدي، والنتيجه يعني النادي الاهلي هيحاول يحسمها، لان احنا عايزين نشوف قمه ثانيه ما بين الاهلي والزمالك في الكاس زي ما هنشوفها في الدوري في الشهر الجاي ان شاء الله. طيب رايك في تجديد الاهلي الثلاثي حسين الشحات، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم؟ لا، ده كان متوقع يعني. بص، كل الاخبار اللي كانت يعني خاصه حسين الشحات جاي له عرض من هنا وجاي له عرض، كل ده هو حاسم التجديد للنادي الاهلي، وده طبيعي، لسه في لعيبه ثانيه هتبدا تجدد. يعني هو النهارده حسم رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحسين الشحات، لسه عنده برضو مجموعه من اللاعبين للتجديد، لان النادي الاهلي بيحاول يحافظ دايما على قوامه الرئيسي مع التدعيم اللي هو كولر بيختاره، لان احنا قدام مدير فني بيحاول يغير. يعني ما بيجي يختار لاعب بيختار لاعب هيأدي له في اكتر من مكان، كمان بيبقى حريص قوي على الحاله النفسيه بالنسبه له، هيقدر يتحمل الضغط الجماهيري، هيقدر يتحمل نوعيه المباراه، هيقدر يفيده في اكتر من مركز، بيبقى عنده شروط النادي الاهلي دايما بيبقى محافظ عليها. لكن هو ما بيبقاش مستعجل في التجديد، وكل اللي بيقال ان اللاعب بيفرض شروطه، اصل اللاعب عايز نسبه مشاركه، اصل اللاعب عايز، كل ده بيبقى شغل الوكلاء على اساس ان هو بيضغط بيستعجل النادي ان هو يبدا يعني يغير التعاقد. لكن كل ما انتشر عن حسين الشحات صحيح كان ليس صحيحا. على اي حال احنا في انتظار نشوف المباراه، كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي تحت 23 سنه، يا رب يعني يبلوا بلاء حسنا ويكون الفوز من نصيبهم. وايضا خلينا نشوف النهارده مباراه الاهلي والسويس ماذا ستسفر عن نتائج.